السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها أوباما يعلن توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد داعش لتشمل سوريا، ويؤكد أن محاربة التنظيم ترتكز إلى تحالف دولي. الوساطة القطرية تتواصل لحل قضية العسكريين المخطوفين، وسلام إلى الدوحة الأحد لمتابعة الملف. ومنطلبها بشغلة واحدة بس، هي ببذل كل الجهود لإخراج هؤلاء العسكريين من الأسر. أهالي بعض العسكريين المخطوفين ينصبون خيمة في ساحة الشهداء لمطالبة الحكومة بتكثيف الجهود لإطلاق أبنائهم. صباح الخير. أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما فجر اليوم استراتيجيته لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وفيها أنه مستعد لشن ضربات جوية في سوريا ضد التنظيم، معلنا أن القوات الأمريكية ستوسع الغارات التي تشنها في العراق منذ قرابة الشهر. وأضاف الرئيس الأمريكي في خطاب موجه للأمريكيين أنه لن يسمح بأي ملاذ آمن لداعش، مضيفا أنه بالتعاون مع الحكومة العراقية سوف نوسع عملنا الأبعد من حماية مواطنين وبعثاتنا الإنسانية، وسوف نستهدف تنظيم داعش من أجل دعم القوات العراقية في هجومها. وأكد أوباما أيضا إرسال 475 مستشارا إضافيا من أجل مساعدة القوات العراقية، وكذلك زيادة المساعدة العسكرية المخصصة للمعارضة السورية، لكنه كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى العراق. وأكد الرئيس الأمريكي أن استراتيجيته لمحاربة تنظيم داعش سترتكز على تحالف دولي تشارك به دول عربية. أوباما كان قد استبق إعلانه هذا باتصال هاتفي أجراه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، في وقت ينتظر أن تشهد جدة في المملكة العربية السعودية اليوم اجتماعا أمريكيا عربيا بمشاركة تركيا، وذلك لبحث ملف الإرهاب وسبل مكافحته. أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام رأت أنه من الطبيعي أن يشارك لبنان في هذا المؤتمر الذي تستضيفه السعودية، مشيرة إلى أنها تأتي انسجاما مع ما ورد في البيان الوزاري وفي إطار سياسة النائب النفس. في هذه الأثناء ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم في جلسة عادية وعلى جدول أعماله بنود عدة. صحيفة النهار ذكرت أن ملف النازحين السوريين سيحضر أيضا في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف بالأمس برئاسة الرئيس تمام سلام. شكلت قضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات المسلحة محور أخذ ورد مع الوسيط القطري، في حين أكدت مصادر وزارية تعدد لوائح المطالبات بشأن الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي. مصادر حكومية ذكرت أن الجهود الجدية والمتواصلة في هذا المجال إنما تتم على قاعدة التكتم الشديد، وذلك للوصول إلى الهدف المرسوم. هذا ويزور رئيس الحكومة تمام سلام الدوحة يوم الأحد المقبل لمتابعة مستجدات هذا الملف مع القيادة القطرية. في عز الكلام عن ربط مصير العسكريين المختطفين لدى داعش وجبهة النصرة بمصير الإسلاميين الموقوفين في سجن رومي، فإن تساؤلات أهالي العسكريين تتكثف حول الأسباب التي تحول دون إنجاز المحاكمات وإطلاق سراح البعض من الموقوفين الإسلاميين الذين قضوا فترة محكوميتهم. مصادر وزارية ردت على هذا التساؤل بالتأكيد أن المشكلة الأساس تكمن بأن الخاطفين يقدمون لوائح متعددة وغير موحدة حول أسماء الموقوفين الإسلاميين ترد إلى الوسيط القطري. وأشارت المصادر إلى أن زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى قطر قد تفتح قوة ما في الأبواب الموصدة خصوصا مع داعش، وكذلك المحادثات التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع كبار المسؤولين القطريين الأحد المقبل في الدوحة. وسط هذا كله، فإن المصادر الوزارية نفسها أكدت أن المحاكمات المتعلقة بالموقوفين الإسلاميين تجري بوتيرة سريعة وغير متسرعة، وقد تم إصدار أحكام ب 22 ملفا حتى الآن من أصل 39 لما يقارب 93 موقوفا. استعاض بعض الأهالي العسكريين عن تحركاتهم في الشارع بنصب خيمة في ساحة الشهداء، وذلك للتذكير بضرورة متابعة قضيتهم وصولا إلى إطلاق أبنائهم. التقرير لجوانا ناصر الدين.
لأن جرحهم ما زال مفتوحا كما ملف أبنائهم العسكريين المخطوفين، ولأنهم يريدونها قضية وطنية إنسانية جامعة عابرة للطوائف والمناطق. نزل أهالي فنيدق والقبيات والقلمون إلى وسط العاصمة بيروت، عدلوا عن قطع الطرق في الشمال وتعطيل مصالح المواطنين، فنقلوا اعتصامهم إلى ساحة الشهداء ونصبوا خيمة إلى جانب الطريق لتبقى هذه القضية حية حتى عودة الأسرى سالمين. الدعوة إلى هذه الوقفة التضامنية جاءت من فعاليات فنيدق وذوي الشهيد علي السيد وذوي الأسرى والمرجعيات الروحية والمجتمع المدني في الشمال. هي وقفة لبنانية مع كل المخطوفين من أبناء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وبدنا نأكد موقفنا بأنه الفصل أو محاولة التمييز بين كرامة الدولة من جهة وترك كرامة العسكريين من جهة أخرى، هيدي شغلة بالنسبة لنا مرفوضة. مش علينا نحط لها شروط للحكومة ولا نجي إلا منقبل بهيدي الشغلة وما منقبل بالأخرى. نحن منقبل بشغلة واحدة بس ومنطلبها بشغلة واحدة بس، هي ببذل كل الجهود لإخراج هؤلاء العسكريين من الأسر. أن نبحث عن كيفية نحرر بها أسرانا ومخطوفينا، ونسرع في هذا الملف بكل الوسائل. إن كان هناك من معرقلين ومعطلين فلتذكر أسماؤهم. أنه عكار مع الجيش وخلف الجيش، وما بخلت ولا مرة بأولادها من شان المؤسسة العسكرية، ومنطلب أنه يكون في عدالة ومحاكمة عادلة للموقوفين بسجن روميا. على الحكومة اللبنانية أن تعمل أقصى ما في جهدها في سبيل تحرير هؤلاء الجنود، وأن يكون البند الوحيد على جدول الحكومة هو بند المخطوفين فقط لا غير. مبادلة بالمال بأي شأن كان، نحن عندكم كامل الغطاء الشعبي والسياسي من كل الناس من كل السياسيين. هي خطوة عفوية كما أكد المنظمون، مشيرين إلى أنهم سيواصلون اعتصاماتهم الرمزية وسيدعون جميع أهالي العسكريين المخطوفين للوقوف صفا واحدا بمواجهة الإرهاب. نبكي على السيد وننتظر المخطوفين خالد مقبل حسن وحسين محمود عمار. صرخة تملأها الدموع كتبت على خيمة الاعتصام التي جلس الأهالي في داخلها، آملين في ألا تصبح خيمة تصارع الظلم والنسيان. العماد ميشيل عون رد على الشعارات التي رفعت في وسط بيروت وفيها ماذا كان ليفعل لو كان صهر جبران باسيل أسيرا، فغرد على تويتر قائلا: اسألوني ماذا كنت فعلت لو إني في موقع المسؤولية، عندها تنتفي أي حاجة للسؤال. من عكار، جدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال زيارة أهالي العسكريين المخطوفين جدد السعي لحل هذه القضية التي هي فوق كل اعتبار. دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى التكاتف لحل قضية الأسرى العسكريين ولتفويت الفرصة على الفتنة التي تحاك ضد الوطن. وشدد الحريري خلال زيارته أسرة الجندي المخطوف إبراهيم مغايط في القلمون على أهمية العمل من أجل إعادة العسكريين إلى أهلهم سالمين. أي حركة غير مدروسة يمكن تأثر عليهم سلبا، عشان هيك اليوم نحن بدنا ناكل عنب. على كل القوى السياسية لليوم مشكلة منها الحكومة ومنهم تيار المستقبل، انه يوضعوا هيدا الموضوع اهمية، وانه كرامة وحياة هولي المختطفين هي بتأتي اولا قبل كل شيء، واي وسيلة ان كانت تفاوضية وان كانت غيرها بتأمن سلامتهم وخروجهم لازم تصير بأي طريقة. من جهته رفع رئيس بلدية القلمون طلال زنكر الصوت عاليا داعيا المسؤولين إلى إيجاد حل سريع للقضية. الحريري يرافقه مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، زار أيضا أسرة الرقيب جورج خوري في القبيات. وعلى الحكومة بكل المكونات أنه تقدر تسهل عملية التفاوض مع هذه المجموعة عبر الوسطاء الموجودين. أما المفتي زكريا فشدد على العيش المشترك بين أهل عكار، مؤكدا أن تنظيم داعش لا يمت إلى الدين الإسلامي بأي صلة. وكان الحريري أكد خلال لقاء مع فعاليات عكار ورؤساء بلدياتها ومخاتيرها أن هذه المرحلة تستدعي التمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية. أي عمل
بخل بالأمن بمناطقنا هو عمل مدسوس ومشبوه ما بيفيد إلا أجندة فريق الآخر اللي عم بيجرب يوضح للناس إنه هو أقل شر من غيره. ما بدنا نحن نوصله لهيدا الطرف إنه يربح هيدي المعركة بإيدينا، بدنا نكون واعيين ومنتبهين. كما كانت كلمة لمنسق التيار في القيطع سامر حدارة دعا فيها إلى صون عكار وحمايتها من الشر الذي يحاك ضدها. النشرة بعد الفاصل. الجميل لعدم الاستخفاء بمبادرة 14 من آذار الرئاسية. أهلا بكم من جديد. دعت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار الجميع للوقوف خلف الحكومة صفا واحدا من أجل إنهاء ملف العسكريين المخطوفين. وخلال اجتماع الأسبوعي اعتبرت الأمانة أن الحل لا يكون بالاعتداء على مواطنين سوريين أو على مواطنين لبنانيين من أي جهة. أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار أنها لا تزال تنتظر جواب حزب الله على مبادرتها الرامية إلى إيجاد توافق على اسم رئيس جديد للجمهورية، وشددت على أن الإبهام في هذه اللحظات المصيرية لا يجدي بل يدخل لبنان في المجهول. الأمانة العامة وخلال اجتماعها الأسبوعي في مقرها الدائم في الأشرفية اعتبرت أن خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي النصرة وداعش وقتل الشهيدين علي السيد وعباس مدلج شكلا صدمة لدى الرأي العام اللبناني والعربي والدولي. تحث قوى 14 من آذار الجميع على الوقوف خلف الحكومة صفا واحدا من أجل إنهاء هذا الوضع الشاذ والمهين لكرامتنا الوطنية، والذي يجب معالجته بالرصانة والحنكة والذكاء. كما أدانت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار أعمال الخطف والخطف المضاد، ورأت أن هذه الأحداث تهدد بخطورتها السلم الأهلي. طالب الأمانة العامة نواب البقاع التحرك السريع والقيام بكل الاتصالات اللازمة من أجل لجم العنف والفلتان منعا لانزلاق البلاد باتجاه المجهول. وكررت الأمانة العامة دعوتها إلى نشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية مع سوريا مدعوما بالقرار 1701 لوضع حد لتدفق المسلحين من سوريا إلى لبنان ومسلحي حزب الله من لبنان إلى سوريا. رأى رئيس حزب الكتاب الرئيس أمين الجميل أن البيان الذي صدر بعد لقاء عون نصر الله فيه إيجابيات، وذلك بالتركيز على الدولة والعودة إلى الدولة. وخلال مقابلة مع برنامج انترفيوز أكد الجميل أن تعطيل النصاب هو الذي يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى عدم الاستخفاف بمبادرة 14 من آذار الرئاسية. بآخر اجتماع ل 14 آذار كان في إجماع أنه إذا في أي نافذة معينة بتسهل ترشيح أمين الجميل 14 آذار تجمع على هذا الترشيح، هذا معلن. أنا ما كنت حاضر الاجتماع بس كان الكتائب ممثلة والقوات ممثلة ورئيس سنيورة كان مترأس الاجتماع، ورجع بعدين رئيس سنيورة أكد لي هذا الكلام مباشرة. يعني هذا كلام ما حدا يتخبى وراه، يعني المشكلة منا هون، المشكلة منا ب 14 أذار. نحن الآن بظروف استثنائية، البلد بظروف حياة استثنائية وخطيرة جدا، ما بتحتمل رئيس متدرج أو رئيس ما بنعرف شو برنامجه أو شو علاقاته التزاماته غير ذلك. الجوهر هالمبادرة هيدي أنه عم بقول هذا الفريق بشكل علني وواضح أنه نحن قبلين للحوار، وتفضل يا فريق الآخر يا شركائنا بالوطن تفضلوا تعالوا نتشارك بإيجاد الحل. هيدا أهم ما ورد بمبادرة 14 أذار. سقط عدد من القذائف المدفعية مصدرها الجانب السوري في خراج النورة والدوس في عكار، كما قامت كتائب الأسد بأعمال التمشيط بالرشاشات الثقيلة في محيط الأوتوستراد الذي يربط منجز بالعبودية والأراضي الزراعية المحادية له. وفي القاع سقط جريحان سوريان ليلا إثر أطلاق نار على مخيم للاجئين السوريين من داخل سيارة مجهولة. وفي صور
أطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية عددا من الأعير النارية باتجاه تجمع للنازحين السوريين في منطقة الشواكير، وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني وضربت طوقا أمنيا في المنطقة. أنهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى خبير متفجرات اللبناني على أن تستمع اليوم إلى شاهد جديد. استكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة خبير المتفجرات في مكتب الشرطة القضائية حسين كريم، وقد استكمل الادعاء استجوابه عن موقع الجريمة وعمل الخبير مع فريقه في يوم التفجير والأيام التي أعقبت. الشاهد أكد خلال الاستجواب المضاد من فريق الدفاع عن بدر الدين أن فريقه علم منذ اليوم الأول أن سيارة الميتسوبيشي كانت في موقع الانفجار، كما أجاب عن أسئلة عن غياب بعض القطع من مسرح الجريمة في خطيطة للفريق السويسري، كما سأله عن خرائط وضعتها القوى الأمنية اللبنانية، وبعض هذه الخرائط قال الشاهد أنه لم يرها من قبل. فريق الدفاع عن مرعي سأل الشاهد عن العلاقة مع العميد السوري جمع جمع الذي كان يتصل بكريم بعد وقوع أي جريمة أو تفجير. وأثناء الاستجواب الذي أجراه فريق الدفاع عن مرعي شرح الشاهد عن تباينات بين محققي قوى الأمن والجيش في التحقيقات لجهة وقوع الانفجار فوق الأرض أو تحتها، وأن ضباطا من الجيش كانوا على قناعة أن الانفجار حصل من تحت الأرض، فيما أصر الخبراء في مكتب المتفجرات على حصول التفجير في سيارة الميتسوبيشي، إلا أن الوقائع وتوزع قطع الميتسوبيشي أثبتت لهم حصول الانفجار فوق الأرض وبسيارة مفخخة. كريم تحدث عن الضغوطات التي رافقت التحقيقات الأولى بعد الجريمة، وفي إعادة الاستجواب أكد كريم أن أنه وفريقه لم يعدلوا تقريرهم ليصبح مقبولا من ضباط سوريين. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. تقدم للحر في القنيطرة وغارات كثيفة على حي جوبر. أهلا بكم من جديد. من العراق أكدت الولايات المتحدة أن التحالف العالمي سيهزم المتطرفين، وقال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بعد لقائه عددا من المسؤولين العراقيين أن أمريكا والعالم لن يقف مكتوفي الأيدي. في بداية جولة في الشرق الأوسط لحشد التأييد للتصدي لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا، وصل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وبحث معه سبل مواجهة تنظيم داعش. واعتبر الجعفري أن التنظيمات الإرهابية لا تستهدف دولة دون أخرى، وأنما تستهدف الإنسانية كلها، داعيا إلى موقف عالمي لمحاربتها. وزير الخارجية الأمريكية التقى كذلك الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث تم بحث جملة من الأمور تتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية في العراق. كيري وقبيل مغادرته إلى الأردن أكد في مؤتمر صحفي أن 40 دولة أبدت مشاركتها في الحرب على داعش، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطر انتشار هذا التنظيم الإرهابي، وأضاف أن ما يسعى له داعش لا علاقة له بالإسلام، وأن الوقت حان للتخلص من الإرهاب في الشرق الأوسط. وعن الوضع السوري أكد كيري أن لدى الإدارة الأمريكية أدلة على استخدام النظام السوري مادة الكلورين، مجددا التأكيد على دعم المعارضة المعتدلة. وبالتزامن مع زيارة كيري إلى العراق قتل وجرح العشرات بانفجار سيارتين مفخختين جنوب شرقي بغداد. فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس أعلنت الاستعداد للمشاركة في العمليات العسكرية الجوية ضد تنظيم داعش في العراق إذا ما لزم الأمر، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات في سوريا أيضا، لكن نماذج العمل لن تكون كما هي في العراق. وفي سياق الحرب على داعش يعقد اليوم في جدة اجتماع عربي أمريكي يحضره وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجيات مصر والأردن ولبنان وتركيا والعراق. وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد على أهمية الاجتماع لوضع تصور شامل لكيفية التعامل مع الإرهاب والتطرف، وأضاف إن الجرائم البشعة لتنظيم داعش الإرهابي تدعونا إلى ضرورة التكاتف للقضاء على داعش الذي يتخذ من الإسلام ستارا لجرائمه. في الميدانيات السورية حققت قوات المعارضة تقدما كبيرا في حربها ضد كتائب الأسد في القنيطرة، فيما واصل الطيران الحربي قصف حي جوبر. الله
أكبر. تستميت قوات بشار الأسد في القتال لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة السورية في القنيطرة، والتي بات أكثر من 70% من المحافظة تحت سيطرتها. قوات المعارضة حققت تقدما لافتا اليوم بتحرير بلدة نبع الصخر، ما فتح الباب على مصرعه لتحرير التل من سطوة قوات الأسد، ومن ثم وصل ريفي درعا والقنيطرة بريف دمشق الغربي. تزامن ذلك مع استهداف قوات النظام بقذائف المدفعية والصواريخ والغارات الجوية بلدة مسحرة، في وقت كثفت كتائب الأسد من غاراتها على بلدات عدة بريف درعا. وفي ظل ورود أنباء عن استعادة قوات النظام السيطرة على قرى عدة في محيط مطار حما العسكري، استمرت الاشتباكات العنيفة مع الجيش الحر الذي تمكن من استهداف المطار بعدة صواريخ جراد. وفي ريف دمشق فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في شارع 30 وسط إطلاق نار من قناصة قوات النظام على مناطق في شارع اليرموك، بينما استمرت العمليات العسكرية للنظام على حي جوبر شرق العاصمة وعين ترمة في الغوطة الشرقية التي تتعرض لقصف يومي. وفي ريف دمشق قتل عدد من المدنيين بينهم أطفال وأصيب العشرات جراء قصف من الطيران المروحي بأربعة براميل متفجرة على قرية دير مقرن في وادي بردة. واصل المتمردون الحوثيون التصعيد واستولوا في الساعات القليلة الماضية على مبان في جنوب العاصمة صنعاء، كما قاموا بإغلاق المدخل الغربي للعاصمة. إلى ذلك قتل أربعة مسلحين حوثيين وأصيب أربعة عناصر من لجان الدفاع الشعبي في اشتباكات وقعت في مديرية الغيل في محافظة الجوف. يأتي ذلك فيما شن الطيران الحربي اليمني غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع عدة للمسلحين الحوثيين في المحافظة الواقعة شمالي البلاد. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. أوباما يعلن توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد داعش تشمل سوريا، ويؤكد أن محاربة التنظيم ترتكز إلى تحالف دولي. الوساطة القطرية تتواصل لحل قضية العسكريين المخطوفين وسلام إلى الدوحة الأحد لمتابعة الملف. ومنطلبها بشغلة واحدة بس، هي ببذل كل الجهود لإخراج هؤلاء العسكريين من الأسر. أهالي بعض العسكريين المخطوفين ينصبون خيمة في ساحة الشهداء لمطالبة الحكومة بتكثيف الجهود لإطلاق أبنائهم. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إن شاء الله كل ما تقدر على للتشاور مع كل الأطراف.